السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى، قسم صناعة تقنيات صناعة الأسنان جامعة أوروك. الكورس الثاني أرحب بكم بصف الدنتال أناتومي. اليوم إن شاء الله the first lecture ناخذ تقريبا هي introduction، مقدمة بسيطة تأخذون فكرة بها عن الـ oral cavity والأسنان. طبعا بالبداية يحتاج شوية كلمات جديدة عليكم تحفظوها، وبعدين كلها راح تتكرر وتصير سهلة عليكم. فبالنسبة للـ oral cavity، التجويف الفمي، شنو نشوف inside the oral cavity؟ أكثر الستركتشرز المهمة الموجودة هي طبعاً التيث، الأسنان جمع توث، واضح؟ ونشوف البلت اللي هي سقف الفم، والتنغ اللسان، والباقي الأجزاء يعني التشيك، اللبس، لبس الروف أوف ذا ماوث، سقف الفم، floor of the mouth اللي يحتل التانج. بالنسبة للشي اللي يهمنا هو طبعا الأبر الجو، الدينتال أرش، نسميه دينتال أرش ليش؟ لأنه تستقر داخل الأسنان. فعندنا we have a two dental arches, upper jaw and lower jaw. The upper one is fixed called maxilla، يكون ثابت ملتحم مع عظام الجمجمة غير متحرك، نسميه maxillary arch. While the lower jaw is movable called mandible، هذا طبعا الفك الأسفل يكون متحرك. Dental anatomy an art and science that deal with the studying of external and internal parts of tooth and its formation in the upper and lower arch. طبعا موضوعنا احنا المادة اللي ندرسها هي dental anatomy، تعنى بدراسة السن، مكونات السن، أجزاءه، شكله الخارجي، الاناتومي مالته، كل هاي راح ناخذها بالتفصيل. Tooth is a hard mass calcified tissue which is placed inside the oral cavity for the purpose of cutting and mastication of food. يعني simply a tooth هو fat calcified tissue، أنسجة متكلسة متحجرة قوية يستقر داخل تجويف الفم. ومن أبرز أو أهم الفانكشن هي طبعا مضغ الطعام. Crown and root، التوث يتكون من two important parts، the crown and root. The crown هو الجزء الخارجي اللي ممكن نشوفه، نسميه التاج، والروت هو الجزء الذي لا نستطيع أن نراه لأنه يستقر داخل البون. The crown is covered with enamel. Enamel هي نقصد بها المينا. It is the outer layer of tooth structure. The root is covered with a cementum and they join at the cemento enamel junction. بينما الروت يغطي مادة تسمى أو نسيج يسمى cementum اللي يلعب دور في تثبيت السن داخل العظم. وكلاهما الإنامول مع السمنتم يلتقون في منطقة تسمى سيمنتو إنامول جنكشن اللي هي موجودة بالسيرفايكال أريا، منطقة عنق السن. زين، فالسيمنتو إنامول جنكشن نسميه سيرفايكال لاين لأنه هو فد لاين يمثل نقطة التقاء السمنتم مع الإنامول. The enamel, cementum, and dentin are the hard tissue of the tooth. The major bulk of the tooth is dentin. طبعا major bulk tissue المكون للtooth structure هو الدنتن، هي المادة المكونة للtooth structure.
اللي يحتل أغلب النسيج المكون للتوث. الدنتين موجود بالكراون وموجود بالروت. أجزاء التوث، طبعا في داخل التوث لو أخذنا فد لونج سكشن مقطع عمودي للسن راح نشوف بداخله مثل ما تشوفون بالصورة فد كافيتي فراغ follow the shape of the tooth، هذا هو فنسميه pulp chamber is a part of dental pulp in the crown or it is a cavity where the pulp tissue are situated. بداخل هذا pulp chamber pulp cavity موجود pulp tissue dental pulp. طبعا pulp tissue هو soft tissue presence in the pulp chamber and pulp canal and it is responsible for the vitality of the tooth. هو مسؤول عن بقاء السن حي وحيوية السن لأنه pulp tissue يكون enriched with a blood vessel and nerve fiber، يعني غني بالأوعية الدموية والأعصاب. pulp canal هاي موجودة داخل الروت. The number of roots طبعا تختلف أشكال الكراون وأيضا يختلف شكل الروت ويختلف عدد الروتس الموجودة بالتوث حسب نوع السن. So we have three type of roots. Single root in all anterior teeth. Mandibular premolars and maxillary second premolar. فدائما الأسنان التي تمتلك single root هي أغلبها anterior teeth التي تقع في المقدمة إضافة إلى mandibular premolar and maxillary second premolar. Two root with a bifurcation in a mandibular molars and maxillary first premolar. While the three roots with the trifurcation in the maxillary molars. يعني فقط المaxillary molars أو المaxillary first molar هو التوث الذي يتكون من three roots وتلتقي في منطقة trifurcation area. هذا بعدين كلها طبعا حناخذها بالتفصيل. Midline. It is an imaginary line which is drawn vertically from the middle of the face and passes between the two central incisors in both upper and lower jaw. طبعا هو imaginary line، فد line يعني نتخيله ينصف الوجه عموديا ويقسم الأسنان إلى two sides right side and left side. Classification of teeth. نقسم الأسنان حسب موقعها inside the oral cavity إلى two type. نوعين. Anterior teeth which is include incisors and the canines. الأسنان الأمامية التي تتضمن القواطع الأمامية الأربعة مع الأنياب الموجودة على الجانبين. فهي هي الانتيرير تيف. طبعا الانسايزرز تسمى انسايزرز لانها act for cutting food مهمتها تقطيع الطعام، while canine for tearing of food لتمزيق الطعام. اما البوستيرير تيف include premolars and molars. بعد الكناين راح نشوف البوستيريور تيث اللي راح تبدي بالبريمولرز وهي الضواحك، وبعد البريمولرز المولرز اللي هي الأضراس. فهاي كلها نسميها البوستيريور تيث. Simply the function of teeth three functions appearance eating speaking. واضحة هذه. Type of dentition. طبعا هي بالأساس
إنه we have a two type of dentition. Primary teeth or deciduous teeth. الأسنان اللبنية deciduous dentition. والpermanent dentition. أسنان الدائمية. بيناتهم هي فت period. فت فترة زمنية. رح نشوف بيها mixed dentition. يعني inside the oral cavity رح نشوف أسنان لبنية ودائمية في نفس الوقت. فهل بهالمرحلة راح نسمي المرحلة mixed dentition. deciduous dentition نقصد بها الأسنان اللبنية begin to erupt at about 6 months of age and completed at about 2 years or 2 and a half years of age. طبعا الأسنان اللبنية تختلف في عددها وشكلها ووقت ظهورها وسقوطها عن الأسنان الدائمية. فطبعا عددها 10 in each arch. عددها الكلي هي 20 و 10 in each arch. 10 in the maxillary arch and 10 in the mandibular arch. تسمى أيضا تختلف تسميتها. ممكن نسميها temporary teeth or primary teeth, milky teeth, baby teeth. لكن الكومون التسمية الشائعة هي deciduous teeth. deciduous teeth تتألف من deciduous incisors القواطع الأمامية اللي هي centrals وإلى جانبيها تقع lateral incisors. So we have two central and two lateral incisors in each arch. Next to lateral, we can see the canines, two canines in each arch. Next to the canines, there is a deciduous molars. First deciduous molar and second deciduous molar. We have four deciduous molars in each arch. واضح؟ The permanent teeth called secondary teeth عددها 32 in number completed at age of 31 years except the third molar. At the age of 13 years, except the third molars, ممكن يستمر إلى 18 or 20 years. يلا يطلع. طبعاً eruption time يبدي بالsix years. يبدي exfoliation مال deciduous dentition والeruption مال permanent teeth. بالنسبة permanent teeth. عددها أكثر، شكلها يختلف، توزيعها inside the oral cavity يختلف. عندنا two central incisor in each arch. Next to it there is a two lateral incisor and then two canines and then two premolars. So we have four premolars in each arch. Next to the premolars, there is a molar teeth. We have a three molars teeth in each, six molar teeth in each arch. هاي يعني تسميتها. احنا طبعا عموما احنا قلنا انه الميد لاين راح يقسم الفيس into left side and right side. فبالنسبة للأورال كافيتي والأسنان ايضا راح يقسم الأسنان الى أسنان تقع الى جهة اليمين وأسنان تقع الى جهة اليسار. فدائما خلوها ببالكم حتى لا تغلطون بيها. إيدك اليمنى يقابلها left side
بالورقة. وبالعكس إيدك اليسار يقابلها الرايت سايد بالورقة، واضح أو بالصورة اللي أمامك. Palmer Notation System هذا طبعا نظام تسمية عالمي نستخدمه في تسمية الأسنان. لكل اسم لكل عفوا كل لكل tooth إلى اسم. Describe its name, position of the tooth. So the Palmer notation system is a system that identifies the tooth, uses symbols, numbers, and letters to indicate teeth in the permanent and primary dentition. طبعا اذا كان عندي primary dentition يعني اسنان لبنيه فراح ارمز لها بليترز بحروف، اما اذا كان عندي permanent dentition فراح ارمز لها بارقام. Also the Palmer notation system divides the mouth into four quadrants using a symbol to indicate each of the quadrants. طبعا راح يقسم الاورال كافيتي او الماوث الى اربعة ارباع، طبعا برمز موجود هذا الرمز اللي هو لكل ربع الى رمز. فراح يقسم الاورال كافيتي into four quadrants upper and lower right and left. بس هتشوفون بشون يعني تتوضح بالصورة بعد أكثر من تشوفوها. فهنا طبعا يهمني midline, ال vertical midline وال horizontal line. ال vertical midline يقسم لي oral cavity into left side and right side, while the horizontal line then divided the oral cavity into the maxillary and mandibular or upper and lower. بالنسبة لل permanent teeth قلنا من البداية راح نرمز لها بنمبرز أرقام. راح تبدي بنمبر 1. نمبر 1 يعني لي central teeth. فراح عندي 2 central the left side and right side. فهذه الجهة اللي هي تقابل إيدي اليمين على بصورة أمامي أو بالورقة فهذه راح تكون left، والجهة الأخرى الثانية حتمثل لي right side. فعندي آني two central، واحد في جهة left والثاني في جهة right. بعد السنترال عندي اللاترال انسايزر اللي هو راح يكون نرمز له نمبر 2، بعدها طبعا الكناين نمبر 3، الفيرست بريمولر نمبر 4، سكند بريمولر نمبر 5، ثيرست مولر 6 نمبر 6، سكند مولر نمبر 7، اند ثيرد مولر نمبر 8. هاي بالنسبه للبيرمننت دنتيشن. شوفوا هنا أوضح الصورة هنا شلون قسم الأورال كافيتي إلى 4 كوادرانت. This one represent the maxillary left side and this one maxillary right side and this one mandibular right side and also mandibular left side. والأسنان طبعا رمز لها بنمبرز. بالنسبة للديسيديوس تيث لا راح تكون نرمز لها بليترز. فالسنترال تو سنترال نرمز لها بالليتر A، واللاترال انسايزر نرمز لها B، الكناين ليتر C، الفيرست مولر D والسكند مولر E. هذا هو البالمر نوتيشن. هذه كل الأسنان واضحة. بالنسبة للتسمية بنبدي نسمي tooth. فأول شيء احنا قلنا الـ numbers indicate the permanent teeth.
while the letters indicate the primary teeth. بالنسبة للتسمية راح نبدي نذكر هنا أنا موجودة دقيقة يمكن ما خليت لكم إياها سأرجع أخليها. طبعا أول شيء نبدي به إحنا خلنا نأخذ example حتى نشرح عنه. أول ما نبدي نذكر التسمية نبدي we should name the arch in which arch the tooth present maxillary or mandibular. فسأني هنا أنا عندي هذا التوث أريد يعني أقرأ أريد أسميه. فأول شيء راح أبدي أشوف وين البوزيشن مالته in the upper or lower arch. فهو هنا أنا بالأبر arch إذن هو بالmaxillary arch. ف first I will write the maxillary. ثانيا أجي أشوف الاتجاه مالته in which side right or left. فهنا أنا راح يكون موجود بالright side. فإذن أكتب maxillary right. Okay. Which tooth? فهو طبعا first molar. First يعني هو أول ضرس من جهة الright. فهو إذن أكتب first. Which type of teeth? هو permanent طبعا. فأكتب first permanent molar أكمل التسمية مالته. وهكذا بالنسبة لبقية الأسنان. إذا كان عندي deciduous teeth مثلا هنا أنا عندي lower B. فأني من أشوف هذا اللتر إذا ناني راح أسمي عندي deciduous tooth. فهو إذا باللور إذا هو mandibular. Which side? Left side. Mandibular left. Letter B إذن هو lateral incisor. Mandibular left lateral. طبعا أذكر هو permanent or deciduous فإذن هو هنا deciduous فأقول mandibular left lateral deciduous incisor. فبهالطريقة تكون التسمية تسمية التيف. واضحة أتمنى تكون واضحة يعني بالنسبة لكم. هذه أيضا examples هنا upper G this is the deciduous maxillary right first molar C lower C deciduous mandibular left canine this one deciduous maxillary right second molar. Thanks. خلصت لهنا محاضرتنا. هي فد يعني introduction بسيطة وأتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم. وشكرا لكم.